بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تتواصل التحديات، تتواصل المنافسات، شوط يليه الآخر ضمن هذه الفعاليات وهذه الانطلاقات، انطلاقات الخير والبركة والمسرات. على بركة الله ينطلق شوطنا السابع للإبكار الإجزاء من مسافة 6 كيلومترات. ما هي إلا لحظات ونبدأ وإياكم بعد المراكز. انطلق هذا الشوط ليحمل لنا الأسماء ويحمل لنا 28 اسما مشاركا في هذا الشوط. أبدأ بداية مع المركز الأول ومع صدارة الشوط، أول المنطلقات وأول المندفعات من تنطلق في هذه اللحظات. البداية والانطلاق، من انطلقت مع المركز الأول، من تندفع مع صدارة هذا الشوط. الانطلاق في هذه اللحظات، الانطلاق من قبل مكاسيب لحميد بن سعيد بن عامر بن حمد النيادي. من ينطلق مع المركز الأول ومع صدارة هذا الشوط؟ المركز الثاني وثاني التحديات، الوصول والقدوم في هذه اللحظات من الجازي لصالح بن حمد بن راشد البريس المري. والمركز الثالث في هذه اللحظات، القدوم والوصول من الحرة لراشد بن حمدان بن محمد البلوشي مع المركز الثالث. المركز الرابع، الانطلاق والقدوم من شعلة لحمد بن علي بن سويدان بن محمد الغيثاني. يا سلام. المركز الخامس وخامس التحديات، اختم بها النداء يا سلام بشعار عبد الله بن عتيق بن جمعة بن محمد الرمي. يا سلام من يقدم لنا في هذه اللحظات غزائر. يا سلام من تنطلق مع المركز الخامس، ولكن بعود مع المركز الأول مع صدارة الشوط، مع الحرة مع المركز الأول ومع صدارة هذا الشوط. يا سلام يا سلام بشعار راشد بن حمدان بن محمد البلوشي مع المركز الأول وصدارة الشوط. النيادي مع المركز الثاني يقدم في هذه اللحظات. أحمد بن سعيد بن عامر بن حمد النيادي مع المركز الثاني ومع ثاني التحديات. يا سلام يقدم لنا مكسب من تنطلق في هذه اللحظات. المركز الثالث، الوصول من الجازي لراشد لصالح بن حمد بن راشد آل بريص اللي مري مع المركز الثالث. وثالث التحديات، وصلت شعلة مع المركز الرابع حمد بن علي بن سويدان بن محمد الغيثاني. يا سلام والوصول من خامس المراكز، أول نداء لهذه الواصلة الشبابية أحمد بن سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي. قادم الفلاحي في هذه اللحظات، ولكن راشد بن حمدان بن محمد البلوشي مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط منطلقا نحو الفوز والانتصار. الله الله الله. يا سلام يا سلام، الحرة مع المركز الأول مع صدارة الشوط. النيادي مع المركز الثاني واصل مع ثاني التحديات. يا سلام أحمد بن سعيد بن عامر بن حمد النيادي مع ثاني المراكز ومع ثاني التحديات يقدم لنا مكسب. يا سلام. الله الله الله.
المركز الثالث وثالث التحديات تصل الجازي لصالح بن حمد بن راشد آل بريص المري من ينطلق مع ثالث المراكز وثالث التحديات المركز الرابع الوصول والقدوم في هذه اللحظات من شعلة لحمد بن علي بن سويدان بن محمد الغيثاني والمركز الخامس وصل شعار الفلاحي الشباب بن أحمد بن دري الفلاحي ولكن بعود مع المركز الأول معك البلوشي انطلق مع المركز الأول منطلقا نحو الفوز ونحو الانتصار مع صدارة محمد البلوشي يا سلام مع المركز الأول ومع صدارة الشوط المركز الثاني يصل في هذه اللحظات شعار النيادي لحميد بن سعيد بن عامر بن حمد النيادي يقدم لنا مكسب مع المركز الثاني ومع ثاني التحديات الله 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 المركز الثالث وصلت الجازي لصالح بن حمد بن راشد آل بريص المري ينطلق مع المركز الثالث ثالث وثالث التحديات المركز الرابع ورابع التحديات وصلت كحال لمبارك بن عبد الله بن ثواب بن محمد القحطاني مع المركز الرابع والمركز الخامس الوصول والقدوم في هذه اللحظات من مناورة لعلي بن سالم بن خلف بن سعيد الكعبي ولكن بعود مع المركز الأول بعود مع الحرة مع المركز الأول مع راشد بن حمدان بن محمد البلوشي ولكن مكاسب مع المركز الثاني مع النيادي مع ثاني المراكز يا سلام ووصل في هذه اللحظات ووصل صالح بن حمد بن راشد آل بريص المري يا سلام الحرة مع المركز الأول مع صدارة الشوط مع البلوشي يا سلام الكيلو الخطير الله 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 الرمق الأخير يا سلام والبلوشي لازال متصدرا هذه الجموع الله الله الحرة مع المركز الأول ولكن النيادي غير الأمور وانطلق مع المركز الأول ومع صدارة الشوط ولكن الوصول في هذه اللحظات من ناصية سلطان بن سعود بن راشد بن حمد الشامسي والوصول في هذه اللحظات وصلت شواهين جابر بن سالم بن سعيد الجربوعي المري ولكن النيادي مكاسيب مع المركز الأول الله الله النيادي منطلقا مع المركز الأول أحمد بن سعيد بن عامر بن حمد النيادي مع المركز الأول ولكن سلطان بن سعود بن راشد الشامسي مع المركز الثاني ولكن مكاسيب مع الفوز مع الانتصار الله الله سلام يا النيادي سلام أحمد بن سعيد بن عامر بن حمد النيادي يقدم لنا مكاسب بهذه العروض المميزة والجميلة تهانينا والناموس يا النيادي المركز الثاني ناصية لسلطان بن سعود بن راشد بن حمد الشامسي المركز الثالث كانت كحال مبارك بن عبد الله بن